السلام عليكم، معكم دكتور محمود نزيه، عضو المكتب العلمي بالجامعة المصرية للصيدلة الجينية والطب الشخصي، وحاليا الساينتفك كونسلتنت في الايجيبشن سوسايتي اوف فارماكوجينوميك او كلينيكال فارماكوجينوميك اند بيرسوناليزد ميديسين، بالاضافة لاني محاضر للبورد الامريكي في الكلينيكال فارماكوثيرابي اند اونكولوجي، بالاضافة الى عملي بدرجة مدرس مساعد في كلية الصيدلة جامعة المنوفية في ديبارتمنت اوف كلينيكال فارماسي. دي عبارة عن ملاحظات أو إشعارات قامت بها المنظمات المهتمية بمجال الأدوية للمهتمين بالهيلث كير بروفايدر أو مقدمي الخدمة العلاجية، ولذلك لتنبيههم إن هذه الأدوية تتأثر بالجينات وممكن التأثير بتاعها يبقى الأكشن بتاعها بيبقى متغير جدا بمجال الجينات. المنظمات كلها حطت أكثر من 250 بايو ماركر ونوهوا عن أكثر من 350 دواء. طيب المنظمات دول عبارة عن كم منظمة؟ هما خمس منظمات: منظمة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي الـ FDA Food and Drug Administration، وأربع وكالات دوائية في دول مختلفة: وكالة الكندية للدواء الـ HCSC Health Canada Scent Canada، والإيما المنظمة الأوروبية أو هنقول الوكالة الأوروبية للدواء الإيما الأوروبيان ميديكال ايجنسي، والوكاله السويسريه اللي هي سويس ميديك فور ثيرابيوتيك برودكت، بالاضافه الى الوكاله اليابانيه البيندا اللي هي الفارماسيوتيكال ميديكا اند ميديكال ديفايس ايجنسي ان جابان. كل دول عملوا تنويهات لبعض الادويه، طبعا بتختلف عدد الادويه اللي قامت بها المنظمات ديت. يعني منظمه مثلا الاف دي اي ادت انوتيشن لاكثر من 300 دواء، اما الوكاله الكنديه والوكاله الاوروبيه والوكاله السويسريه ادت انوتيشن لاكثر من 100 دواء، الوكاله اليابانيه عملت انوتيشن لاكثر من 50 دواء في السوق لاهميه هذه الادويه وعلاقتها بالجينات. الحقيقه لا، الحقيقه هم اتفقوا عالميا على الوان، هذه الالوان هي ستاندر لكل دواء. يعني ادوا اللون الاحمر معناها ان الدواء ده required او mandatory لازم تعمل له pharmacogenomic test، زي مثلا ادويه السرطان، زي مثلا بعض المونوكلونال انتيبادي زي السيتوكسيماب، او بعض التيروزين كاينيز انهيبيتور زي الايماتينيب والابروتينيب. طيب دول لون احمر يعني mandatory او الزامي، ويجب على الهيلث كير بروفايدر ان هو يعمل التست ده. طيب في لون تاني، اللون الاصفر ده معناها recommended، يعني الابحاث اللي احنا قمنا بيها او اللي اشتغلنا بيها بتقول ان الدواء ده وصلنا له ان يفضل ان انت تعمله، ممكن يوصل ان هو يبقى احمر لكن الابحاث لسه ما قالتش كلماتها في كده، بس انا بريكومند للهيلث كير بروفايدر ان هو يقدم الايه، ان هو يعمل التست ده للدواء. وفي لونين تانيين، اللونين التانيين دول عباره عن ايه؟ اللون الازرق اللي هو البلو ده عباره عن انفورماتيف، يعني انا عندي معلومات ان الدواء ده بيتأثر فعلا بالجينات وله علاقة بالجينات، بس ما عنديش معلومات كافية هل التأثير ده يؤثر على شخص اكلينيكيا ولا لا. واللون الأخضر يعني اكشنابل يعني ايه؟ يعني الدواء ده نظريا بيتأثر بالجينات بس انا ما اثبتش الكلام ده فضلا عن تأثيره الاكلينيكي. أهمية الألوان ديت ان كل شخص المفروض ياخد دواء متفصل عليه هو شخصيا اكوردنج للجينات بتاعته، بمعنى ايه؟ ان الهيلث كير بروفايدر مقدم الخدمه العلاجيه سواء كان طبيب او صيدلي او حتى المستشفى اللي بتقدم الخدمه او الميديكال انشورنس لازم تبقى عارفه ان اللون الاحمر في الادويه واللون الاصفر لازم الشخص ده يتعمل له التستات بتاعه الجيناتك دي. حقه ليه بقى؟ لان الدواء ده ممكن ياخده يعمل له اثار جانبيه كتير جدا او ممكن ياخده ما ياثرش معاه، فانت ليه تخلي الشخص ياخد اثار جانبيه وما استفادش بيه القيمه العلاجيه بتاعه الدواء؟ اما اللون الازرق واللون الاخضر ده مجال خصب جدا 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 للناس اللي بيقدموا الابحاث. لما يجي حد يسالني دلوقتي النقاط البحثيه اللي ممكن اشتغل فيها ايه، خد اللون البلو والجرين من دراج ليبل انوتيشن. ليه؟ لان انت ممكن تغير في الترس بتاع الحلقه وتخلي الليبل الازرق ده او الاخضر يبقى اصفر او احمر مانداتوري اكوردنج للجيناتك بتاع المكان اللي انت فيه. اكيد الجينات بتاع مصر غير الجينات بتاع اوروبا بتاع امريكا بتاع اسيا وهكذا.
هدف الجمعية المصرية للصيدلة الجينية والطب الشخصي إنها تقدم الوعي بموضوع الجينات والأدوية اللي لها علاقة بالجينات، سواء الأدوية اللي بتتأثر بالجينات أو اللي بتأثر في الجينات والأبحاث في هذا المجال. وعايز حضراتكم تتابعوا إن شاء الله صفحة الجمعية، هننزل عليها دراج ليبل أنوتيشن، وأي سؤال محتاجينه أو أي استفسار حوالين الفارماكوجينوميك أو البيرسوناليزد ميديسين، الجمعية فتح أبوابها 24 ساعة لأي حد محتاج أي حاجة.